بسم الله الرحمن الرحيم. الدقائق القادمة في صحافة الغد إن شاء الله يوم الأربعاء 20 شعبان 1438، 17 مايو 2017، 9 باشنز 1733. قبل بس ما أبدأ، لأنه في حوار مهم لرئيس الجمهورية بكرة في الأهرام والأخبار والجمهورية، أحكي لكم حكاية لطيفة كده صغيرة. زميلتنا بوسينة يوسف كانت صايمة، ف طبيعي انها في وقت العمل وهي بتحافظ على العمل عشان تحافظ على المرتب، عشان المرتب ما يقلش وكده يعني. فهي الحقيقه جت النهارده في ميعادها الساعه 5 5 ونص المغرب ادن عليها، راحت جابت من مطعم او من كافيه كده ما اعرفش بيسموه ايه جوه، لا مش هقول على اسمه يعني، لا من جوه مدينه الانتاج حاجه كده سكر يعني. راحت جابت سندوتش ما اعرفش مثلثات كده بيسموه ايه، وراحت جايبه شيبس بطاطس مقرمشه يعني. حاضر يا ريس. حاضر حاضر يا استاذ مجد. جابت البطاطس المحمره المقرمشه زي ما حضرتك كده شايفين اهو، احنا بس عاملين كده عشان ما نقولش اسم الشركه. ما نقولش. حاضر يا استاذ. ده جوه الكيس. ايه بقى اللي حصل جوه الكيس يا فندم؟ الكيس طلع كله نمل. كله ايه؟ نمل. انا معلش هضطر ان انا افرده. هضطر ان انا افرده في الطبق كده. ماشي. ادي بصوا حضراتكم دي نمل. يعني ده كان في عليه النمل. في واحدة هنا مليانه نمل، احنا قلنا لزمنا اهو 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 اهي شايفين دي اهو اهو اهو، ودي برضو. بص يا فندم شايفها كفته؟ طيب طيب تخش عليها شويه ولا ده اخري؟ ده اخري كده؟ طيب قول لي يا ريس اقرب انا عليك اللي في وشي. ايوه خش عليا خش عليا خش عليا خش عليا. المهم ان انا بس عايز اقول لحضراتكم ان اللي اعملها كده ايوه هو ده النمل. دي بالذات انا مش عارف اقرب ليكوا ازاي، بس دي بالذات النمل الحقيقه يعني النمل ماسك قوي في البطاطسايه وحاجه كده منجاها يعني. اقرب لكم انا؟ اقرب انا ممكن انت حبيبي يا انس. ايوه النمل ظاهر ظاهر كده. واخدين بال حضراتكم اللي انا بس طالبه من حضراتكم ليه؟ ليه انا بنقول ده؟ لانه ممكن حضرتك وانت بتاكل تروح حاطط البتاع البطاطسايه ببقك، فانت بعد ما تحطها ببقك وتخلص ممكن نملايه تروح قرصاك في بقك. اول مره واحد نمله تقرص في بقه او في زوره، وممكن النمله تخش معدتك صحيه تقوم قرصاك في معدتك. او ياكل بدل ما ياكل بطاطس مقرمشه ياكل نمل مقرمش تيجي برضه. فالفكره ايه؟ ان حضرتك انت اصل انا بشوف ولاد وبنات ماشيين في الطريق ماسكين البتاع الكيس كده مفتوح وياخد من الكيس وروح على بقه، من الكيس على بقه ما بيبصش. وانا بعملها برضو بس انا ما باكلش الحاجات دي الحقيقه ولذلك رشيقا. فالحاجات من الكيس للبق من الكيس للبق زي الكنز بتاع الحاجات الساقعه. في احيانا كنز بيلاقي فيه جوه دبانه صرصار مش عارف ايه. انا مش عايز اقرفكم والله، بس ده الحقيقه اللي انت واحد لاقي فاسح ليا بره، مش عايز اقرفكم الحقيقه يعني. بس بنجيب الحاجه حطها في كوبايه بدل حضرتك ما تشربها كده كلها محدش عارف جواها ايه. حط الحاجه في كوبايه وشوف، لانه كده بالطريقه دي. فتخيلوا بصوا ده كل ده نمل واكله ومعربن اهو. دي بقى نمل جوه اهو برده معرفش جواها ازاي اهي في البتاع اللي مفتوحه دي. نمل 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 ابصوا بيتحرك جوه اهو. طب ده ليه يعني؟ ده ليه احنا قلنا بس يعني فكره انه، وطبعا في انواع كتير من المرمشات دي موجوده في السوق. فالله لا يسئكم تخلي بالكم من المساله دي. واحنا والله احنا ممكن يكون عيب تخزين، ممكن يكون يعني احنا مش عايزين برضو نضرب منتج لشركه، احنا ما قلناش على اسمه، فمش عايزين نضرب منتج لشركه ولا بنقصر ولا بنعمل ولا اي حاجه. احنا غلابه والله غلابه ماشيين جنب الحيط. بس تخيلوا لما نمله تقرصني في زوري ليه؟
بس. فناخد بقى دي تنفع دي من كتر النمل اللي ما هبت فيها. بص وقت عامل ازاي طب ده ينفع ده. فالنبي ناخد بالنا من المسائل دي ونحرص منها. ده دي اللي كارثه. بصوا عامل ازاي دي ما تعرفيش ايه يا ماما. روح جمعيه حمايه المستهلك. لا روحي جمعيه حمايه المستهلك. انا بقدم يعني اهو بقول للناس بتوع جمعيه حمايه المستهلك احنا بنقدم استاذ المهندس عاطف يعقوب. بنقول لك يا باشمهندس مش عارف احنا ده يتعمل ولا لا ولا بقى اللي هو عاطف يعقوب ولا بعد ما احنا اهو كله نمله اهو كله نمله حاجه يعني على مبه ربنا. على العموم مش عايز اخد وقتك اكتر من كده في موضوع النمل ده. فالنبي اللي ياكل ما يحطش بوق على طول. ربنا يخليكم يعني عشان المساله تبقى ماشيه كده كويس ويبقى الامور تمام. بكره في حوار لسياده الرئيس في الثلاث جرايد الاخبار والاهرام والجمهوريه. اقعد ماشي يا ريس. الله يكرمك يا انس الله العظيم انت راجل محترم. الواحد برضه عظمته كبرت يا انس. والله حبيبي يا انس. الرئيس قال كلام مهم. ده الجزء الاول من الحوار. الجزء الثاني هينشر يوم الخميس باذن الله. الجزء الاول من الحوار هينشر بكره الاربعاء. بيقول الرئيس انا عندي ثلاث صحف وبشكرهم شكرا جزيلا على التعاون البناء اللي هم عملوه معانا لما كلمناهم. نبدا بالاخبار. الرئيس السيسي في حوار شامل مع رؤساء تحرير الاخبار الاهرام الجمهوريه اجراءات نقديه وعينيه لحمايه طبقات الشعب خلال اسابيع. عجبني قوي بقى العنوان الثاني ده. ليس كل شيء تمام واخدع نفسي لو لم اعترف بوجود قصور. تطبيق الطوارئ اذا لزم الامر في مواجهه التعديات. بيقول الرئيس للرؤساء تحرير الاخبار استاذ ياسر رزق الاهرام استاذ محمد عبد الهادي الجمهوريه الاستاذ فهمي عنبه. بيقول انه تطبيق الطوارئ اذا لزم الامر في مواجهه التعديات وبعد اسبوعين اعقد مؤتمرا علنيا خلي بال حضراتكم من كلمه علنيا دي للجيش والشرطه والمحافظين عن نتائج استعاره حق الشعب في ارض الدوله. كيف نترك الافا ياخذون مقدرات 90 مليونا في دوله تعاني وشعبها يئن؟ علامه استفهام وعلامه تعجب. ساقدم هكذا يقول الرئيس ايضا في صحيفه الاهرام الاخبار بكره. ساقدم الى الشعب في يناير او فبراير كشف حساب عن مصر بين 2014 و2017. اخطئ في حق بلدي اذا خشيت من الاصلاح على شعبيتي. والحته دي برضو محتاجه شويه توضيح. اكتشافات الغاز ستوفر لنا 3.6 مليار دولار سنويا من فاتوره الاستيراد. المشروعات الجديده تتكلف 200 مليار جنيه سنويا. سوف يتساءل المواطن قريبا كيف خرجنا من الغلاء وسوء الخدمات؟ علامه استفهام وعلامه تعجب. ما زلنا في مرحله مدتها 4 سنوات لتثبيت الدوله وقرار تحرير سعر الصرف سليم في توقيته ولم اجد بديلا عن اتخاذه لصالح البلد والشعب. لولا القوات المسلحة ما استطعنا مواجهة التحدي. وهذا الحوار موجود في صفحة 5 و6 و7. وزي ما بيقول الأستاذ ياسر رزق قعدنا 330 دقيقة مع الرئيس. 330 دقيقة. بحب أنا الأرقام دي قوي. طيب الأهرام أو الجمهورية نبدأ بالجمهورية ولا الأهرام؟ بالأهرام. الأهرام بكرة برضو في صفحتها الأولى وفي صفحة 5 و6 و7. الصفحة الأولى زيادة الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية. الرئيس في حوار لرؤساء تحرير الصحف القومية إجراءات حمائية جديدة خلال أسابيع لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل. مؤتمر موسع نهاية الشهر الجاري بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين ومدير الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية لإعلان نتائج جهود إعادة أراضي الدولة واستعادة حق شعبها. 3 محاور جديدة في الصعيد لربط شرق النيل بغربه تخدم 4 مدن جديدة. مدينة في العالمين تضم مقرا صيفيا للحكم زي الإسكندرية في الماضي. مؤسسات الحكم ستنتقل إلى العاصمة الإدارية قبل نهاية 2018. قانون الطوارئ في الأهرام بكرة. حوار بعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مع رؤساء تحرير الأهرام والأخبار والجمهورية.
قانون الطوارئ سيطبق بحزم في مواجهة التعديات، ومن سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة. أدعو الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وممثلين لشباب المحافظات ليروا حجم التعدي. سأقدم للشعب في يناير أو فبراير المقبلين كشف حساب تفصيلي عن مصر يوم تسلمت الأمانة، وهذه مصر التي أقدمها لمن تختارونه للرئاسة. أرفض عبارة كل تمام فعدم الاعتراف بأن هناك أوجه كسور خداع للناس ولنفسي. لدينا 9 بحيرات تحتاج 100 مليار جنيه لإعادتها إلى حالتها الطبيعية. شريف إسماعيل شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة رغم صعوبة العمل التنفيذي، وبيقول عليه جوه الحقيقة على المهندس شريف إسماعيل اللفظ كده مهم قوي هقوله لكم. قالوا فين فين يا أرموطي، فين يا أرموطي، فين يا أرموطي، هو قايله على المهندس شريف إسماعيل حقيقة يعني قايله في الأخبار صفحة 5، قايله تحت كده: المهندس شريف إسماعيل من أفضل الشخصيات التي عرفتها. تحت أهي آخر سطر في الصفحة: المهندس شريف إسماعيل من أفضل الشخصيات التي عرفتها. اليومين اللي فاتوا لما كنا بنستعرض بعض أو بعض الزملاء بيستعرضوا بعض الصور كده وبعض بعض ما تم في الرحلة بتاعت إنا، البعض أساء لرئيس الوزراء وبدأنا نتكلم على إنه رئيس الوزراء لا ده مش موجود في الصورة، ده رئيس الوزراء أصله بيعمل مش عارف إيه، أصل رئيس الوزراء بيعمل كذا، أصل رئيس الوزراء وهكذا، وبدأنا يبقى فيه شيء من التريقة على رئيس الوزراء. الشريف إسماعيل من الناس المحترمة جدا، الخلوقة جدا، الذوق جدا، واللي بتشتغل بقدر المتاح قدامها، زي بالظبط اللي قبليه المهندس إبراهيم محلب. باب في اخطاء، هو مفيش اخطاء يبقى ما كله تمام، دي زي ما بيقول الريس بكره مفيش حاجه اسمها كله تمام، لا في خلل، في مشاكل، البطاطس فيها بتاع دي فيها نمل، جا منين النمل، جا منين النمل، وضيعتوا الاكل على الزميله الصايمه، ضيعتوا، وكان الاخ ماجد امين جوه طمعان انه ياكل شويه بطاطس ما لقاش بطاطس، طلع عمال يلعب في شفايفه، طب ليه؟ حرام ماجد، وكانت مي معانا برضو جوه ومش عارف مش كده، يسفوا النمل ولا يسفوا السكر ولا يسفوا ايه؟ ما علينا. فناخد بالنا بس من الحاجات اللي زي دي، لا رئيس الوزراء احنا في موقف في منتهى الصعوبه. تسمع بقى مكملين وناقصين والشرق والغرب والبتاع والقنوات اللي برضه انت حر، لكن هي الفكره حجم التحدي والصعاب اللي قدام البلد عشان نمشي في الايام دي فظيعه رهيبه. اوعى تتخيل حضرتك انه احنا عشان مذيعين فقاعدين في تكييف وبتاع فاحنا لا والله العظيم ما جلدنا تخين ولا حاجه، اقسم بالله العظيم ده احنا جلدنا ارفع بكتير جدا من ناس بتتفرج علينا يعني، والمساءل او اللي عليه مشكله يساءل. فالأزمة طيلانة كلنا مش طايلة واحد بعينه يعني. تعالوا للجمهورية كده، الأستاذ فهمي عنبة في حوار التفاؤل والمستقبل مع رسائل التحرير الجمهورية الأهرام الأخبار. السيسي أراضي الدولة تعود بعد 15 يوم. يا سلام يا سلام يا سلام، حاجة مخمخة. اه والله شفت العنوان، أراضي الدولة تعود بعد 15 يوم، عنوان شعبي بامتياز بامتياز. مؤتمر موسع لإعلان استرداد حق الشعب وقانون الطوارئ لمواجهة المتعدين. نتحرك بكل وجوه لمجابهة الغلاء ومصرون على النجاح. إجراءات لحماية الطبقة الوسطى ومحدود الدخل والبداية إعفاءات ضريبية ومضاعفة المقررات التموينية. لولا القوات المسلحة ما استطعنا مواجهة تحديات الوطن وتحقيق ما أنجزناه. 100,000 صوبة أورجانيك منتصف العام القادم تعادل إنتاج 1,000,000 فدان. هو يعني أنا مش مع الأورجانيك ده قوي، مش كل الناس هتاكل أورجانيك يعني،
السماش اورجانيك. شوف حكايه الاورجانيك دي، انتاج اربع حقول غاز جديده يوفر 3.6 مليار دولار سنويا، تسليم 500 الف فدان من مشروع 1.5 مليون اخر يوليو القادم. ثقتي كبيره في شهامه ووعي المصريين والشعب يدرك التحديات الكبيره. ده ابرز العناوين اللي هتقروها بكره في صحيفه الجمهوريه. انشغال الدوله بعد 67 ادى لغياب العداله، نشر ثقافه وضع اليد، لا اشعر بالحرج حينما استمع لنقد من مواطن بل يجب ان اسمعه. انتهينا من 10 شواغل تهم الناس وبقى ضبط الاسعار. العلمين الجديده مدينه مليونيه وعاصمه مصغره للحكم كما كانت الاسكندريه، ده صفحه 4 في صحيفه الجمهوريه. وبيتكلم فيه انه انفقنا 100 مليار جنيه لانشاء 7000 كيلو متر طرقا قوميه كاساس يمكن البناء عليه. اللي جاي ده حلو قوي. اي حد هيرفع السلاح في وجه الشرطه والجيش سيواجه بالقوه. انت عارف حضرتك لما ترفع السلاح على الشرطه والجيش معناه ايه؟ انت بترفع السلاح على الدوله. وبالتالي رفع سلاح على الدوله يبقى انت مش همك حد. صحيح انا اعلم ان في بلطجه وفي ناس حاطه ايديها على اراضي مش عايزه تسيبها، وفي ناس واخده اراضي مش بتاعتها، وفي ناس يعني بلطجه 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 محدش يعني، وجوه المدن كمان مش بره المدن. لكن هيبه الدوله مهمه لينا ولغيرنا. فمساله اي حد يرفع السلاح في وجه الشرطه او الجيش سيواجه بالقوه، دي ده برضه رسالة للجيش والشرطة، نخلي بالنا في هذا الإطار. كل يوم نتحسن عن اليوم السابق والمسؤول الجديد يبني على ما تسلمه ممن سبقه. ده كلام في منتهى الأهمية. القوات المسلحة تدرس حاليا إقامة احتفالية بمناسبة 75 عاما على معركة العالمين واستغلالها لطرح قضية الألغام وتعمير المنطقة. المصري لا يتخلى عن بلده ولن يقبل أن تكون بلدي دولة متواضعة أو هشة، وغالبية المصريين مستعدين أو مستعدون أن يعانوا بشرط أن يكون ذلك من أجل مستقبل أفضل. الانتهاء من المشروعات التي وعدت الشعب بها والبدء في مشروعات جديدة أولوياتي في العام الرابع من الرئاسة. يا أخي طب عشان خاطر حوار الرئيس اديني 5 دقايق زيادة، يعني ساعتين يا حبيبي. أنت يا حبيبي يا حبيبي انا متوقع ان انت تكون كبير المخرجين في الفتره القادمه باذن الله يا استاذ انس. لا ما اقدرش، لا ما اقدر، ده حبيبي انس ده. والله وبعدين ده لسه بيكون نفسه، هيروح فين ويجي منين؟ بص يا استاذ انس، البطاطسايه اللي هي بالنمل دي انا شايلها لك، شايلها لك كده على جنب. طيب بصوره سريعه كده قبل ما اجور على وقت الاخرين، بس في واحد في مصر اسمه عادل امام، ربنا يديك الصحه وطوله العمر وتمتعنا مرات ومرات ومرات. هذا الرجل بيحتفل هذه الايام بعيد ميلاده، والحقيقه انا مش عايز اقول عيد ميلاده كام، بس عادل امام وهو أب وأخ وملهم في حاجات كتيرة جدا في أعماله السينمائية وأعماله التلفزيونية. أنا لسه قبل ما أدخل كنت بلعب كده في القنوات، لقيت بتاع إبراهيم الطاير أحلام الفتى الطاير، كنت لقيت المزيكا بتاعتها وهو مع الأستاذة رجاء حسين وكتير جدا من الناس، وانا داخل على طول على الهواء. فكتير جدا من اعمال عادل امام بتعبر عن المصريين ووضع مصر وهو الاخر. والمزايد على عادل امام صعب قوي قوي، ما يصل البعض لنص عمر عادل امام في السنين، بلاش في العمل الاعمال الفنيه، نص عمره بس في السن ممكن ما تسمعش عنه، نص عمره بس في السن. فتخيل بقى حجم الاعمال القديره اللي عملها الاستاذ عادل امام.
وانا عجبني مقال الدكتور محمد صلاح البدري اسمه مصر التي تمتلك عادل امام، كاتبها بكره في الوطن. شفت العنوان؟ مصر التي تمتلك عادل امام. حلو قوي العنوان. اكثر من 50 عاما او تزيد عاشها عادل امام في عالم الفن، اكثر من 50 عاما قدم لنا فيها مئات الاعمال التي ستظل خالده في وجدان الوطن العربي كله. لقد تمكن ذلك الفنان المختلف ان يصنع تاريخا كاملا، ان يخلق حاله من التفرد لم تتكرر في جيل وربما لاجيال طويله بعده. لقد تمكن ان يصنع لنفسي ولوطني مكانه لم يتمكن اقراني من ابناء جيلي من صبحها. عادل إمام وجه مصر المنير، الأستاذ عباس السكران بكرة في اليوم السابع. أيضا علا الشافعي كاتبة حريف السعادة أيضا كاتبة، أعتقد ده امبارح ولا النهاردة، ده النهاردة في اليوم السابع. وزميلتنا العزيزة علا الشافعي كاتبة عن عادل إمام حريف السعادة. والأستاذ حمدي رزق بكرة في الأخبار عادل إمام إن حكى بلد مفطور على الكوميديا، إذا لم يجد ما يسخر منه ضحك من نفسه، كيف تكون عادل إمام في شعب من الساخرين العظام. مش أنا عيد ميلاد النهاردة اليوم السابع، الأستاذ أحمد خلف عامل بورتريه كده للأستاذ عادل إمام وبيقول مش أنا عيد ميلادي النهاردة. قيمة عادل إمام 77 عاما من العطاء الفني الجميل، وصحيفة الدستور كاتبة عن عادل إمام في هذا الإطار. أستاذ عادل إمام كل سنة وانت طيب وربنا يديك الصحة طول العمر ويبارك لك في كل حاجة انت بتعيشها، وما يحرمناش منك ولا يحرمك مننا. شوف حضراتكم بكرة بإذن الله، وكل عام وحضراتكم بخير. رمضان بيقرب واليمنيش بيقرب والقبض بيقرب وكل حاجة بتقرب. سلام عليكم.